يجب أن نتربى جميعا في أن القضاء إذا نزل نسلم به. أول مرحلة فيه لا يرفع قضاء حتى يرضى به، محدش ميله يضرب به، مش هترضى هيفضل الايه. ولذلك الذين يعيشون في البلاء طويلا هم السبب. ليه؟ لانهم ما رضوش بالله. لو رضوا لرفع الله الايه. زي ما تدخل وابنك تلاقيه عمل حاجه بيلعب كوتشينه ولا حاجه وضربته قلم، ان استسلم ورضي تعمل ايه فيه؟ تطبطب عليه وتخليه مش عارف. طب وانت النح التاني الله. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى بيعاملنا كده. اذا رضينا بقضاء يقول من رضي بقدري اعطيته على قدري. اذا المساله ترضى بالقضاء ربنا يعمل لك الحكم، يبين لك الحكمه في هذا الايه، في هذا القضاء.